من جانبها أكدت مستشارة الرئيس الأمريكي للشؤون الخارجية والاقتصادية جيل هوب أن زيارة الرئيس مبارك للولايات المتحدة تأتي في وقت مهم جدا، كما أشارت في تصريحات خاصة للنيل إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إقرار السلام في الشرق الأوسط من خلال معالجة عدد من الملفات العالقة. أعتقد أن توقيت زيارة الرئيس مبارك للقاء الرئيس أوباما مهم جدا. هذا عصر جديد من التضامن والتعاون بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط وإفريقيا، وأعتقد أن مصر هي بوابة مهمة للشرق الأوسط، وهي أساس للتوازن بين أمريكا وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط لإيجاد السلام الذي نريده لأنفسنا ومجتمعاتنا.